الحمد لله ان احنا النهارده بنحتفل بختام المهرجان بعد دوره ناجحه، والحمد لله ان المهرجان ياخذ خطوات يعني سريعه وقفزات الحمد لله، لان غرض المهرجان هو تقديم جيل من المبدعين الشباب، والحمد لله المهرجان يؤتي ثماره كل سنه، واجيال بيخطفوها المخرجين والمنتجين، والحمد لله ان احنا الحدث المسرحي الوحيد في جمهوريه مصر العربيه. ثم الحدث اللي تلانا على طول وبرضه بتاعنا وهو ولادي من معهد الفنون المسرحيه، هم دول الحدثين اللي موجودين على الساحه المسرحيه. فاحنا عاملين حراك مسرحي بنطرح اجيال من المبدعين. اما الفنانه الكبيره ليلى طاهر، انا بقول لها انت قيمه عظيمه واسعدتي الملايين واسعدتينا واسعدتي العالم العربي كله، بنقول لك شكرا، وشكرا كمان انك قبلت التكريم، وخاصة لما التكريم يجي من البيت يجي من النقابة فله مذاق اخر. وانا كمان سعيدة بالتكريم جدا، وخصوصا انه من النقابة بتاعتنا او بيتنا الكبير. اشرف زكي، انا بحس ان اشرف زكي يعني نموذج لا يتكرر كثيرا، وهو حبيب الكل وبيقف جنب الكل وبيعمل كل حاجة لأعضاء نقابته، فاحنا بنحس انه اخ لينا عزيز. انا بقول لما اتقال ان انا مش همثل فبداوا يفكروا يقولوا مش هنشوفك، لكن انا بقالي 5 سنين مش بمثل، والناس مش واخده بالها لانه اعمالي بتذاع كل يوم في قناه معينه، تلاقي في حاجه من اعمالي الكتير قوي، سواء كانت مسرح او سينما او تلفزيون، فالناس ما كانتش حاسه ان انا بعيده عنهم، فانا موجوده باعمالي. مهرجان النقابه الدوره السادسه، اعتقد مر 6 سنوات مهمين جدا في تاريخ النقابه، كل يوم حاجه جديده، كل يوم وكل سنه بنقدم نجم، بنقدم فنان، بنقدم مخرج، بنقدم ممثل، بنقدم مفرخه للفنانين وتنافس شريف جدا، بنقدم مواهب مهمه. الحمد لله ربنا يكرمنا وان شاء الله يبقى عام كله مليء بالنجاحات لكل فنانين مصر. انا حاضر النهارده كمواطن مصري فنان يهمه يشوف الاعمال الفنيه اللي الشباب الجديد بيقدمها. بتجدد، يعني انا بتجدد لما بشوف العروض دي، بشوف الشباب بيفكر ازاي، بيتطور ازاي، ومن ناحيه تانيه ابقى مساند لهم، يعني ابقى واقف جنبهم. يعني يمكن السنه دي كان في 10 عروض، المهزله الارضيه، الدخان، اعمال كتيره، يعني كان في 10 عروض من اول يوم لغايه اخر يوم كانوا مستمرين وتقدموا بشكل يومي، ويمكن كل مخرج فيهم اول مره طبعا بيخرج وبيقدم عرض. ما اقدرش اقول لك مين اهم مين احسن، لان طبعا ده شغل لجنه التحكيم، لكن احنا كان عندنا على مدار ايام المهرجان 10 عروض، وال10 اهم من بعض.